اهلا بيكم في حلقه جديده من بيزنس اجيليتي على سي بي ار راديو البيزنس في مصر. انا فادي اسماعيل ومعانا ومعاكم في حلقه النهارده ضيف انا بعتبره من اهم خبراء الاجايل في مصر والعالم العربي. في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم على تطبيق الاجايل والاجيليتي في الصناعات المختلفه والسيكتورز المختلفه. ضيفنا النهارده خبير مهم جدا في تطبيق الاجايل والاجايل مانجمنت في صناعات سوفت وير والتليكوم وصناعات اخرى. الحقيقه هي حلقه خاصه جدا بالنسبه لي، لان ضيفنا النهارده من الناس الاعزاء عليا اللي دايما بتكلم معاهم بتعلم كتير من مناقشاتنا سوا. معانا ومعاكم المهندس هيثم زكي، اجايل كوتش اند كونسلتنت. اهلا بيك يا هيثم. اهلا بيك يا فادي، ازيك؟ اهلا بيك. الحقيقه مبسوط جدا بالحلقه النهارده، ويا رب كل مستمعينا يستفيدوا. والله انا مبسوط جدا جدا معاك، وبتشرف جدا ان انا بقى في البرنامج بتاعك. يعني المكان اللي قاعد فيه ده قاعد فيه ناس خبراء من مجالات مختلفة، فأنا يعني أتشرف إن أنا بقى من ضمن الناس دي. شكرا لي جدا يا فادي. في البداية يا هيثم، يا ريت تعرفنا أكتر وتعرف المستمعين مين هيثم زكي. أوكي. والله يعني مش عايز اتكلم كتير عن نفسي، يعني عايز ان انا طبعا نفيد الناس على قد ما نقدر ان شاء الله في الحلقة دي. انا بدأت الكارير بتاعي في شركة أورنج بيزنس سيرفيسز، الكلام ده كان سنة 2005. أنا أساسا خريج هندسة مدني 2004، بس كان عندي يمكن طموح شوية أن أنا أعمل سويتش للكارير بتاعي، والحمد لله ربنا وفقني بعد سنة بس من التخرج أن أنا اشتغلت في أورنج بيزنس، وبدأت بقى الموضوع من أوله خالص. يعني أنا كنت في الأول عارف أن أنا مش لسه ما عنديش الإكسبيرينس في مجال النتورك ومجال نقدر نقول الاي تي سولوشنز، بس بدات بقى الموضوع من اوله خالص. خدت الموضوع فروم ذا بيزكس خالص، خدت كورسات تكنيكال كتير، اشتغلت في التكنيكاليتي تقريبا 7 سنين. سنة 2012 ابتديت بقى بدأت البروجكت مانجمنت كارير بتاعي، بعد ما خدت طبعا البروجكت مانجمنت بروفيشنال سنة 2009. لما بدأت البروجكت مانجمنت كان عندي شغف كبير جدا بفكرة ان انا انقل العلم والمعرفة للناس اللي معايا، وكان عندي فلسفة شوية في رؤية في نظريتي للبروجكت مانجمنت، كنت بحس انها مختلفة. بحاول ان انا ابسط الامور على قد ما اقدر، بحاول ان انا يعني اعزز فكرة ان احنا نشتغل بشكل تعاوني قوي، بنشتغل بشكل بيئة العمل نفسها تبقى مختلفة. الحمد لله يعني قدرت ان انا شير نوليدج كويس قوي في اورنج، وبعد كده اكتشفت بقى، ودي حاجه جديده، اكتشفت ان انا بحب التدريس. يعني رغم ان انا ايام الجامعه كنت طالب عادي جدا، ما فيش اي طموح ان انا ابقى معيد او حاجه، بس حبيت الموضوع ده جدا، وبدات ان انا ادرس جوه اورنج لحد ما لقيت إن الحمد لله ردود الافعال الهائله. فابتديت بقى احقق حلم بالنسبه لي ان انا ابتدي ابقى ترينر وكوتش حتى برا أورنج. بدأت الحمد لله الكارير بتاعي as a project management trainer. الكلام ده استمر الحمد لله لحد سنة 2016، لما بقى الأجايل ابتدى يظهر في الماركت. خلينا أقول يظهر جهل في الماركت من فترة كبيرة في السوفت وير، بس عندنا في أورنج بدأنا سنة 2016 نتكلم في موضوع الأجايل. لما لقيت يعني فكرة الأجايل دي شدتني بشكل رهيب جدا. لما بدأنا نتكلم في موضوع الأجايل، تقدر تقول أنا لقيت فيه ضلتي، يعني هو كل الحاجات اللي أنا مؤمن بيها في الأجايل واللي أنا كنت بقى أنادي بيها أنها تحصل، لقيت معمول لها منهجية وميثودولوجي ومينسيت. فمسكت في الموضوع ده فعلا بإيدي وسناني. يعني أفتكر أن كان الانيشيتيف جي من فرنسا، من الجروب بتاع فرنسا. فقلت لهم يا جماعة أنا عايز أبقى معاكم، أنا 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 بايت معاكم هنا في موضوع الأجايل ده، مش سايبه. فالحمد لله بدأت معاهم، وطبعا يعني we went through a lot of experiences and challenges، لان احنا في اورنج عاملين طبعا big transformation program بادئ من 2016 and it's still ongoing. يعني هو انت عارف الاجايل ترانسفورميشن دي مش مهمه بتنتهي، يعني صحيح. هي على طول ongoing، لان على طول في جديد وعلى طول في challenges، فعلى طول انت بتبقى لازم تتطور وتkeep everything on track.
فالحمد لله من ساعتها بقى بدأت الكارير ده. طبعا دخلت ابتديت ادخل اجيليتي في التريننج بتاعي حتى بره اورنج. الحمد لله اي ديليفرد ا لوت اوف تريننج لاماكن طبعا في الخليج, في اوروبا, في افريقيا, في امريكا, في استراليا, يعني يعني في اودينسز كتيره جدا من كل انحاء العالم. الحمد لله قدرت ان انا اتكلم معاهم في موضوع الاجايل, زائد ان انا بدرس في كليه هندسه جامعه القاهره لطلبه الماسترز والبي اتش ديز اجايل, بدرس في الجامعه البريطانيه. طبعا I was part of a lot of events as a speaker يعني في موضوع الاجايل. يمكن نظريه الاجايل شويه مختلفه, لان من اوائل الناس اللي بصوا الاجايل من منظور اللي هو بره السوفت وير, يعني ده اللي انا هكلمك فيه بعد شويه. أيوة. هنقعد نحكي فيه شويه هنتكلم فيه كتير. بس فالحمد لله يعني انا ربنا كرمني كتير قوي بصراحه. بحس ان انا ام بليست يعني ان انا اوصل للمكان اللي انا فيه ده, وبعاد معاك واتعرف على ناس كويسه جدا طبعا زيك وزي ناس تانية كتير. فبحس ان الاجايل كان ربنا جعله سبب ان فعلا اجد لنفسي مكان مميز الحمد لله في الماركت وفي الاندستري, في البروجكت مانجمنت اندستري فيه الحمد لله. الحقيقه انا حابب اقول لكل مستمعينا هي ليه حلقه خاصه جدا بالنسبه لي. يمكن حلقه خاصه جدا بالنسبه لي لان متمس فيها شعورين. اول شعور ان احنا عندنا خبراء على مستوى عالي جدا في الاجايل والاجيليتي. يمكن هيثم زكي, واسم هيثم زكي في عالم الاجايل في الوطن العربي كله هو اسم كبير, والحقيقه انا فخور دايما ان الاسم ده مصري, من مصر, اتعلم في مصر وبيطبق كل حاجه من مصر. الحلقه التانية ان هيثم فعلا على المستوى الشخصي هو انسان يسعى للباشون, ودي يمكن هنلاحظها كتير قوي واحنا بنتكلم. فانا الحقيقه هيثم يعني حابب اقول لكل المستمعين ان انا مبسوط جدا بالحلقه دي ان شاء الله. ربنا يخليك يا فادي, ربنا يخليك. حابب ابتدي اول سؤال واقول لك يعني ايه اجايل, يعني ايه اجيليتي؟ ده سؤال بنساله لكل ضيف عندنا. من وجهه نظر هيثم زكي يعني ايه اجايل واجيليتي؟ طيب خلينا نرجع الامور لاصلها. يعني لو قلنا كلمه اجايل لوحدها يعني ايه, هي كلمه معناها لو رحنا كده لجوجل ترانسليت او رحنا للمعجم هنلاقي ان معناها رشيق. فكلمه اجايل لوحدها رشيق, هي لا تعني اكثر من صفه. طيب احنا ليه دلوقتي بقى عندنا بزنس اجيليتي وبعدين اجايل بروجكت مانجمنت وبعدين اجايل حتى ايفن الكاستمر سيرفيس واليوزر اكسبيرينس بقى بيتعامل بشكل اجايل؟ الفكرة كلها ان الـ خلينا نبدأ من البروجكت مانجمنت. البروجكت مانجمنت جات عليها فترة طبعا حصل تطورات كبيرة جدا في بيئة العمل اللي حوالينا. حصل تطورات كبيرة جدا في الكاستمر فاليو نفسه او الكاستمر عايز ايه, متطلع لايه. فاحنا عشان نعرف نمانج الدنيا الجديدة دي, البيئة الجديدة دي, الطلبات الكاستمرز او نقدر نقول المايند سيت بتاع الكاستمر اتغيرت, محتاجين ان احنا نكون اكثر رشاقه واكثر مرونه في موضوع التعامل مع الكاستمر. فبالتالي ابتدى يضاف كلمه اجايل على البروجكت مانجمنت, فبقت اجايل بروجكت مانجمنت يعني الاداره الرشيقه للمشروعات وليست اداره المشروعات الرشيقه. فهو في الاخر ما فيش مشروع رشيق, هو صحيح. الدنيا احنا كل المشاريع اللي عليها كونسترينز وليها تشالنجز وصعوبات. فاحنا عشان نعرف نمانج الحاجه دي بشكل أكثر مرونة ونقدر نتعامل معاه بشكل يضيف قيمة للعميل ولمقدم الخدمة, فبقينا نطفي الأجايل بروجكت مانجمنت على الموضوع. فبقت الإدارة نفسها رشيقة. الإدارة نفسها رشيقة دي بقى إزاي اتحققت وليه؟ طبعا دي قصة كبيرة ممكن نتكلم فيها إن شاء الله. فأنا بعتبر كلمة أجايل يعني رشيق, يعني ما ببص فيها في جوجل ترانسليت يعني رشيق. الأجيليتي هي يعني لما تيجي تقول مثلا بيزنس اجيليتي, تيجي تقول كاستمر اجيليتي, يعني مدى رشاقة الحاجة دي, مدى رشاقة البيزنس, مدى رشاقة الكاستمر, مدى رشاقة السيرفيس بروفايدر, سيرفيس بروفايدر اجيليتي. فهي في الاخر يعني عايزين نحطها في مكانها. انا من وجهة نظري هي معناها رشيق, هي صفة, بس ما اقدرش اقول مثلا بي اجايل. طب انت بي اجايل في ايه بالظبط؟ وبعدين لما هنتكلم برضو في القصة دي هنفهم ان انا ما ينفعش ان انا اكون اجايل فور ايفر, ما ينفعش ان انا اكون اجايل على طول. في حاجة اسمها fixed mindset و growth mindset, فلازم اعرف امتى I need to be growth وامتى I need to be fixed. يمكن ممكن نتطرق للموضوع ده. انا عمال اجامب على جامب كبيرة. صحيح. يمكن يا جماعة انا حابب اقول لكم ان في دايما discussion بيدور ما بيني وما بين هيثم, ان انا بنعتبر ان الاجايل هي مرونه الاعمال
او البيزنس اجيلتي هي مرونه الاعمال. ويمكن ان هيثم باك جراوند بروجكت مانجمنت فدايما بيقول عليها الرشاقه. يعني بص في الاخر احنا هدفنا واحد, بي اجايل يعني مش هنختلف كتير. بس يعني انا يمكن بحب اطفي كلمه رشاقه اكتر, هي فيها الكثير من المرونه طبعا, بس انا بالنسبه لي هي تعتبر رشاقه, اجيليتي. يعني سؤالي اللي بعد كده هيكون ليه اجايل وليه النهارده راحت بروجكت مانجمنت او البي ام اي انستيتيوت ان هو يمبلمنت الاجايل؟ يمكن كلنا عارفين ان البي ام اي اول ما بدا كان دايما يعني لا يعترف الا بالووتر فول او الشلال, وكان الحقيقه الشلال ده من المقدسات. ثم رحنا بعد كده ان احنا على استحياء ابتدينا ندخل مبادئ الاجايل لحد ما بقى عندنا ما يسمى بالديسيبلين اجايل اللي تبناه البي ام اي. للي ما يعرفش يا جماعه, هيثم من اهم الخبراء الموجودين في العالم العربي بالنسبه لبروجكت مانجمنت انستيتيوت. علشان كده انا حابب اسالك يا هيثم, ليه اجايل؟ والله يا فادي يعني لو هنتكلم على بي ام اي, انا شايف انهم اتاخروا كتير فعلا, اتاخروا يعني. احنا النهارده بنتكلم على لو هنتكلم مثلا, طبعا ناس كتيره قوي من اللي بتسمعنا اكيد مهتمين بشهاده البروجكت مانجمنت بروفيشنال والبي ام اي, لان هي this is the most recognized نقدر نقول سيرتيفيكت في الماركت, اكتر سيرتيفيكت بتبقى مطلوبه في الشغل. زائد طبعا البي ام اي كقيمتها كاورجنايزيشن طبعا قيمتها كبيره جدا, واصله لدول كتيره قوي في العالم, فيها خبراء كتير جدا جدا من كل دول العالم. يعني اتشرف ان انا ابقى يعني من ضمن الناس دي. انا شايف ان البي ام اي اتاخرت. النهارده البي ام اي بتتكلم اجايل بدايه من السنه دي. طب يا جماعه الموضوع بادي من فتره, من سنين كتير. طب النهارده لما نيجي نتكلم مثلا على احد اهم المنافسين بتوع البي ام اي اللي هم اكسلس اللي عاملين البرنس 2, البرنس 2 اجايل موجوده بقى لها فتره. بي ام اي, خلينا نقول بي ام اي يعني بصوا الموضوع برضو, مش هو طبعا فاليو كفاليو, هو طبعا الاجايل مهم جدا, هم بصوا الموضوع برضو من نظرة فيها حتة ماركتينج شوية. يعني هم شافوا ان يعني الناس كلها ابتدت تروح للشهادات التانية, وابتدت يعني لأول مرة, ودي أول مرة تحصل. يعني يمكن عندي إحصاءات إن شاء الله أبقى شاركة حتى ممكن على صفحتي, هنلاقي إن عدد الحاصلين على شهادة بي إم بي من 2018 ل 2019 بيقل. صحيح, هو فعلا بيقل. بيقل صحيح. وده مش يعني بيقل بمعنى إيه؟ الناس مش بتجدد الشهادة. الناس ابتدت تحس إن الشهادة فقدت الفاليو بتاعها. فده سبب كان انهم بداوا يستثمروا بقى في شهاده البي ام اي اي سي بي اللي هي اجايل سيرتيفايد براكتيشنر. الحمد لله ان انا بتشرف ان انا ببقى من اوائل الناس اللي يعني ادوها في الميدل ايست يعني, وابتدوا بقى يحطوا انجكتوا في البي ام بي ا لوت اوف اجايل كونسبتس. هم انا بحس انهم كانوا بيقدموا رجل وياخروا رجل, اللي هو نحطها نزود اجايل. طب ما احنا عندنا اجايل سيرتيفايد براكتيشنر, هي الشهاده الثانيه. في الاخر احنا وده اللي انا اتكلمت فيه سنة 2000 تقريبا و18, الكلام ده من حوالي 3 سنين, قلت ان البي ام بي لازم تتغير. وساعتها ما كانش في حد متوقع ان الاجايل يخش فيها بالشكل القوي ده, بس انا قلت لازم هيجي عليها وقت تتغير بشكل كبير. ليه تتغير؟ والله يعني النهاردة يا فادي يعني خلينا نتكلم كده بصراحة, يعني من قبل حتى الفترة دي ما تتغير, الموضوع كان يعني احنا النهاردة التحديات اللي بقينا نشوفها في المشاريع رهيبة. وبعدين ما تقوليش بقى سوفت وير او تيليكوم او حتى ايفن التغيرات والتحديات اللي بنشوفها في الكونستراكشن اندستري اللي هي اكتر حاجة في الدنيا بتستخدم ووتر فول رهيبة. فهي الفكرة كلها ان احنا عايزين نطبق اجيليتي, بس نطبقه ازاي؟ هو ده السؤال. في ناس كتيره تقول لك ايه السكرام مثلا, سكرام هو وان اوف ذا فريم وركس بتاعه الاجايل, ده ما ينفعش يتطبق في الكونستراكشن. على فكره اي اجري, ما حدش قال لك كده. في مبدا مهم جدا في اداره المشروعات اسمه التيلورينج, تيلور يور براكتس. الفكره كلها احنا مش خناقه اهلي وزمالك اللي هو اطبق اجايل كله او اطبق ووتر فول كله. اتعلم ده وتعلم ده وتعلم ده وشوف ايه الانسب ليك. انا دايما بشبهها بايه يا فادي؟ البروجكت مانجمنت, العلم البروجكت مانجمنت ده عامل زي القماشه الكبيره, انت كل ما تزود علم بتزود الامطار اللي عندك, وبتحاول بقى تفصل الامطار دي على مقاس البروجكت. فممكن افصله على مقاس ترابيزه, ممكن افصله على مقاس كرسي, على مقاس عماره, على حسب النوليدج. The more knowledge I have
the more tools and the more capabilities I can يعني manage the project with. فدي دي حتة مهمة قوي. فهم كانوا لازم يروحوا للحتة دي عشان يقدروا يكيب الماركت ويكيب الشهادة حية. والحمد لله هي دلوقتي رجعت بشكل قوي جدا جدا مع الإصدار السابع اللي هينزل إن شاء الله الشهر الجاي. يعني الحقيقة يا هيثم أنا لسه يمكن عند سؤالي طب ليه أجايل, لكن أنت الحقيقة فتحت لنا كمان سؤال تاني وهو أن الأجيلتي وتيلورينج أوف يور فريموركس على أساس أن هي تلبي احتياجاتك وتلبي رغباتك في تطبيق المشروعات. ظهر لنا هنا مجموعة أسئلة, إيه التحديات اللي بتواجهها إحنا بنطبق المشروعات, طب إزاي الأجايل ممكن يتغلب عليها, وهل في ما يسمى بالهايبريد موديل. كل الأسئلة ديت أنا حابب أسمع منك إجابتها, ولكن ناخد فاصل ونرجع لكم. أهلاً بكم في CBR كايرو بيزنس راديو.